اهلا بيكم في حلقه جديده من كلام مجعلص ومصطلح مجعلص جديد. النهارده المصطلح بتاعنا معظم الناس عارفاه وخصوصا في الاوساط الرياضيه، ما تلاقيش حد مش عارفه. لكن بقى تقول ايه؟ زيه زي اي مصطلح احنا بقينا نستخدمه وبنطلع عين امه وبنجرده من مضمونه. مصطلح النهارده هو الكونفدراليه. طبعا احنا قلنا الحلقه اللي فاتت ان الفيدراليه هي عباره عن بيت عيله وفي اب هو اللي مسيطر، وكل اوضه من البيت دوت فيها ابن من ضمن الابناء دول هو اللي بيحكم ويمشي كلامه في حدود الاوضه، لكن في النهايه ما يقدرش يخرج عن طوع الاب الكبير. الاب الكبير لو قال له انت في اوضتك تعمل كذا هيعمل كذا. طب ايه الفرق بينها وبين الكونفدراليه؟ تعالى لي بقى، في الكونفدراليه عامله زي البنسيون، بنسيون نفس النظام، في اداره جميله للبنسيون، في زباين في كل اوضه، كل زبون في اوضته من حقه يعمل كل حاجه هو عايزها ايا كانت طالما مش هيضر بمصالح الزبائن الاخرين. ومع ذلك اداره البنسيون ما تقدرش تتدخل في اي حاجه من اللي هو بيعملها. هي دي اللي بيسموها الاتحاد الكونفدرالي، مجموعه من الدول، كل دوله مستقله بيشكلوا اتحاد اسمه الاتحاد الكونفدرالي لخدم سياسات ومصالح مشتركه ما بينهم على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى العسكري. لكن في النهايه كل دوله بتكون مستقله بنفسها، والدولة اللي بتكون بتدير الاتحاد في السنة الفلانية ما تقدرش تدي أي قرارات تخص السيادة الداخلية والشؤون التابعة للدولة الفلانية. يعني بمعنى أصح كده احنا كلنا مجتمعين مع بعض في كذا، لكن ما تقدرش تديني أوامر ان اعمل كده في دولتي او ماشي. فبيكون الغرض منها هو الاتحاد. كلنا طبعا زي ما احنا عارفين ان الاتحاد قوة. طب عندك بقى دولة مثلا زي دولة بلجيكا، دولة بلجيكا ديت المحللين والسياسيين احتاروا فيها بدرجة لا تتخيل. فعندك واحد اسمه سي اي لاجاس، ده راجل باحث ومحلل سياسي، قال لك ان بلجيكا اقرب ما يكون الى النظام الكونفدرالي. اما بقى عن فينست بيتر فده قال لك ان بلجيكا دوله كونفدراليه بدون اي شك، لكنها بتتحلى ببعض المواصفات الفدراليه. لكن عندك بقى واحد اسمه مايكل كويفي، ده اللي جاب لك الخلاصه بخصوص بلجيكا، قال لك ان النظام السياسي البلجيكي هو نظام كونفدرالي لكن بيتحرك بديناميكا فدراليه. يعني استغفر الله العظيم كده زي المحاولين جنسيا والعياذ بالله. طبعا بقى عندنا الكونفدراليات القديمه زي المانيا مثلا قبل ما تتوحد، المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه، امريكا قبل المعاهدات الكونفدراليه، عندك مثلا صربيا والجبل الاسود، واخيرا كان موجود عندنا الجمهوريه العربيه المتحده اللي كانت بين مصر وسوريا. كان اتحاد كونفدرالي، اتحاد على اهداف مشتركه ومصالح سياسيه مشتركه، لكن في النهايه مفيش اي دوله تقدر تتدخل في امور الدوله الاخرى. دي كانت الكونفدراليه، نتمنى نكون استفدنا منها كلنا. ان شاء الله استنونا في حلقه جديده ومصطلح مجعلص. مع السلامة.